بسم الله، صباح سعيد جميل على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من صباح الشروق مع نهايه الاسبوع السعيد، ونتمنى تكون كل ايامكم سعيده وجميله. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده متجدده بالتواصل الجميل والحلو وبمتابعتكم ومشاهدتكم اكيد علينا طيله المشوار. ان شاء الله اكون خفيفه عليكم في ساعتين من عمر الزمان. صباحات السعاده عليك يا حمزه. اهلا وسهلا يا لينا، كيف انت؟ صبحت كويسه؟ الحمد لله بخير. كمان مصبح معاكي وكل هذا المشاهدين انضموا الآن. زي ما ذكرت عندنا كمان موضوعات حنناقشها من داخل الاستوديو. طبعا اليوم لينا اليوم العالمي للتطوع، ومعروف كل ما تقدمت الأمم كل ما زاد العمل التطوعي، لأنه واحد من ركائز المعارف الرئيسة. وكمان مواعين الدولة قد لا تسع لتنفيذ كثير جدا من المشاريع، فنحن هالنخوة وفزعة دائما، فالعمل التطوعي هو موجود فينا بفترتنا الإنسانية. لكن لينا أنت على صعيد المشاركات حتى خارجيا مثلت السودان في الأعمال التطوعية وشاركت في منتديات كثيرة، لو ممكن تلخص لنا جزء كذا من سياحتك دي عن أهمية العمل التطوعي بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع. أنا خدتك ضيفة جملة واحدة بس، إنه التطوع من أجل الإنسانية، يعني أهمية التطوع بتكمن في إنه استمرار الإنسانية، استمرار التواصل والتراحم، الحاجات اللي حث عليها ديننا الحنيف. فالتطوع عملية مهمة جدا، عملية إنسانية عظيمة جدا، والاحتفال بها في الخامس من ديسمبر من كل عام جاء في العام 1985 طبعا أغرته الأمم المتحدة باعتبار إنه يوم مميز على أو باعتبار إنه يزيدوا عدد المتطوعين دائما في العمل التطوعي. على العموم ان شاء الله دائما احنا نكون يعني بنقدم للبلاد وبنقدم للعباد كل ما نقدر، كل ما نستطيع من تطوع عشان ما تستمر الانسانيه وتحت شعار العمل التطوعي من اجل الانسانيه. بنتواصل اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، نحاول نسلط الضوء على هذا اليوم ان شاء الله. نهديك بلحن الصباح ومن ثم نعود لنواصل فقرات الصباح النادي. الزهري اللون الخمري ليلى قد الزهري ليلى زور يا غرامي لو في منامي ترجمة